طبعا هاي البطولة بتنظيم من الفريق الحي الجنوبي، فريق كرة القدم خماسيات. طبعا احنا ارتئينا ان نكرم شهيدنا رائد الكرمي بالذكرى السنوية 16 له، وحبينا نقيم هاي البطولة طبعا بمشاركة 14 فريقا من محافظة طول كرم وقراها ومخيماتها. وطبعا زي ما انت شايف ان شاء الله الامور ايجابية والامور تمام. طبعا احنا هذا اكل اشي بنكرم فيه شهدائنا يعني، ونتمنى ان شاء الله انها تكون الامور طيبه. طبعا اللي بينافس اللي بيلعب راح يفوز ان شاء الله. احنا بنوجه عده رسائل طبعا هون زي ما قلت لك، انه هاي احنا متذكرين شهدائنا وبننساهمش، واحنا هذا اقل شيء بنقدر نعمله. ثاني شيء لدعم الشباب، زي ما انت شايف الشباب بتلعب ومبسوطين يعني، واهم يعني وان شاء الله لسه في القادم راح تكون اخرى بطولات. طبعا قبل اسبوعين سوينا بطوله وهي اخرى بطوله وفي مشاركه والشباب يعني مبسوطين والحمد لله. انا ولاش مدير طول كرم وفيه لشهدائها وفعلا انتمائها الوطني ثقافه طول كرم بهذه الصاله بهيئتها بكل شبابها بفريقها بكل يعني امكانياتهم، دائما يوفرون لنا بهي الصاله بالاستقبال الرائع جدا، والمنظمين وكل الاخوان اللي قائمين على هاي البطوله. يعني المشاركه فعلا مشاركه حميميه ورائعه جدا، هي بالالفه والتعاون والمبادرة والتلاقي وكسر كل الحواجز يعني الاجتماعية، بحيث أنه يلتقي الشباب على كلب رجل واحد كما عودتنا طول كرم، وفاء للأسرى وللشهداء وللجرحى وللوطن فلسطين. وفعلا في الذكرى 16 لاستشهاد رائد الكرمي صقر الكتائب، وفاء للقدس نحن نحيي هذه البطولة الجامعة ب 14 فريق محافظة طول كرم.